ورؤاك تشعلنا قوافي مثل وقفتك الفريدة، تخضر في المعنى نبوءة شاعر قطع وريدة، ونراك ضوءا فيك تتحن أحيت وجودك. يا مسلم للدين يومك عزمة أحيت وجودك. دهر حي على الحداد المدمع، فلقد أصيب المصطفى بتفجع. تركت خديجة بعلها في لوعة لفراق أحمد بعد حجر موجع. هو ذا رسول الله غاب نصيره، عم حماه وزوجة لم تخنع. هزمت أذى المتربصين دوائراً بالمؤمنين وبالنبي الأرفع. بذلت فدى الإسلام ما ملكت، ولم تبخل بأموال وفخر أروع، وتحملت جوع الفقير وبؤسه، وهي العظيمة في المقام الأمنع. لكنها تركت صبية غربة حلت بها وسط العشير اللذع. زهراء ما شبعت حنان أمومة بطفولة يتمت ولما تينعي. مولاتي كبر المصاب على النبي المصطفى، أعظم به جبلاً فلم يتضعضع. عام به الأحزان تترى أقبلت، يا حبذا الأحباب حول المفجع. حصر النبي وقد تسعر شر من عاد الرسالة راصداً لم يهجع. فغدا رسول الله يطلب ناصراً
يحمي الرسالة من عشير مسبع، يستنهض الأعوان وهو مؤيد بالمعجزات، يقول من يمضي معي؟ هذا وبيت الله أعظم دعوة في الخير والإيمان للمستنفع. لا تتركوا داعي الإله محاصرا في بطن مكة للأعادي اللسع. ما كان أحمد يستغيث بقربة، ما كان أحمد يستغيث بقرية لولا رحيل الناصرين المنع. راعي النبوة عمه وكفيله، وخديجة سكنا وخيرة من يعي. أم البتول رحيلها أبكى السما، وأسال أدمع أحمد المتوجع. فتجلبب المبعوث بالصبر الذي فوق النجوم وذروة المترفع. وكذا سما آل النبوة منهجا في النائبات وكل جور مقذع. صلوا على طه الحبيب وآله، فهم الأمان وملجأ المستشفع، فهم الأمان وملجأ المستشفع. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم، وها نحن نعيش في هذه الليلة ذكرى رحيل السيدة الجليلة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وآله، أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها. فسلام الله عليها يوم ولدت، وسلام الله عليها يوم توفيت، وسلام الله عليها يوم تبعث حيا. من رحاب مسجد الكوفة المعظم، ها نحن وإياكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم السلام عليك يا سفير الحسين، السلام عليك يا مسلم ابن عقيل، السلام عليك يا قاضي الحاجات، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حاجاتنا وحاجاتكم إن شاء الله، وأن يشافي مرضانا ومرضاكم. ومن يطلب تسهيل الأمور، أسأل الله بحق مسلم ابن عقيل وبحق صاحبة هذه الليلة سيدتي ومولاتي خديجة سلام الله عليها، أن لا يجعل فيما بيننا شخص إلا ويسر الله أمره وقضى الله حاجته وشاف الله مريضه. وأسأل الله قبل كل شيء أن يعجل في فرج سيد ومولاي صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. طالما هذه الحلقة لها ارتباط وثيق بهذه السيدة الجليلة، إذن دعوني هكذا أتكلم بعض الكلمات التي فيها لله رضا وللناس فيها خير وصلاح. وأنا أقلب كتب التأريخ هكذا شيئا ما لكي أحضر، وجدت أن هنالك العديد من الأحاديث التي شملت هذه السيدة الجليلة، والقصص التي ارتبطت بها وعلاقتها بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. لكن قبل الدخول بهذا الموضوع شيئا ما، النساء اللواتي أخذن الصيت العظيم في التأريخ هن أربع كما تروي الروايات، اثنان منهن قبل الإسلام واثنان ما بعد الإسلام أو في فترة الإسلام. اللتان قبل الإسلام هما السيدة مريم بنت عمران أم نبي الله عيسى على نبينا وعلى أهل بيته وعليه أفضل الصلاة والسلام، والسيدة الأخرى هي آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون. طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن السيدة مريم سلام الله عليها، هذه السيدة العذراء التي تجلببت بجلبابها وتحجبت بحجابها، واستطاعت أن تطبق ما أراد الله عز وجل، بل اختبرها الله ذلك الاختبار العظيم حتى أن قومها اتهموها والعياذ بالله بالزنا، لأنها أنجبت ولدا من غير أب. والمعجزة التي ارتبطت بنبي الله عيسى سلام الله عليه قبل أن يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل، كانت هنالك كرامة
ولأسميها معجزة إذا صحت هذه الكلمة للسيدة مريم العذراء بهذه السيدة الجليلة، أتت بولد ليس من أب واستطاعت أن تمهد للموضوع ولم يصدق أولئك القوم حتى أنطق الله نبي الله عيسى وكلمهم في المهدي وهو صبي رضيع. وبالتالي هذه معجزة تعتبر أولى للسيد المسيح سلام الله عليه. طبعا هذه السيدة الجليلة كانت نذرا سابقا بأن إذا أتى ولد سيكون في خدمة التوحيد في ذلك الوقت، ولكنها أمها أنجبتها لمريم سلام الله عليها واختلف الوضع واحتارت بها وبقيت تلك المرأة ناسكة عابدة مطيعة لله سبحانه وتعالى. إذا ما أردنا أن نذهب إلى تلك المرأة العظيمة الأخرى التي تعتبر الثانية ضمن تسلسلي أنا لأتحدث به معكم، هي آسيا بنت مزاحم، تلك المرأة العظيمة، تلك المرأة الجليلة. انظروا عندما نقول امرأة مؤمنة موحدة بالله موحدة لله عز وجل تعيش في بيت فرعون، هذه الكلمة أنا وأنتم الآن ننطقها هكذا مباشرة دون الوقوف عندها ونمر عليها مرور الكرام، ولكن أو تعلمون فرعون أولا لم يؤمن بالله سبحانه بل نطق وقال على رؤوس الأشهاد أنا ربكم الأعلى، وتصور أن لديه امرأة تؤمن بالله وتوحد الله سبحانه وتعالى وتسير بما سارت عليه من تلك الديانات السماوية التي كانت في ذلك الوقت. هذه المرأة بالمرحلة الأخرى أنها استطاعت أن تكون كفيلة وحافظة لعدو فرعون ألا وهو نبي الله موسى على نبينا وعلى البيت وعليه أفضل الصلاة والسلام، تتصورون ذلك؟ كانت سبباً بأن يبقي فرعون على موسى، هي كانت آسيا بنت مزاحم اتركه لنا لأننا ليس لدينا ولد فبالتالي اتركه لنا يتربى عندنا ونربيه وما شاكل ذلك، ولذلك هي كانت سبباً في إبقاء نبي الله موسى على نبينا وعلى البيت وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه تحسب لآسيا. ولكن الذي كانت تعيشه تلك المرأة في بيت فرعون جعلها ترفع الأكف إلى الله عز وجل لتطلب ربي ابن لي عندك بيتاً في الجنة، جيد؟ وهذه الطلبات التي أتت من خلال تلك المرأة آسيا بنت مزاحم كانت بعين الله سبحانه وتعالى. يقولون هكذا في كتب القصص الخاصة بالتاريخ والأنبياء أن فرعون لعنة الله عليه عندما علم بها، عندما علم بآسيا بنت مزاحم بأنها مؤمنة موحدة وهي الأقرت بذلك، جعلها في أخدود وجعل يداها ورجلاها إلى أربعة جهات عفواً، وإلى أن ماتت تلك السيدة الجليلة. هاتان الامرأتان سيدتان جليلتان ما قبل الإسلام، ثم ارتبط الكلام بسيدتين جليلتين ألا وهما السيدة خديجة بنت خويلد زوجة النبي محمد صلى الله عليه وآله أم المؤمنين، وبتلك البنت لها ألا وهي الزهراء فاطمة سلام الله عليها أم أبيها. بل اللقب الأعظم الذي حقيقة عندما أقف عنده يقشعر بدني ألا وهي حجة الله على أئمته، جيد، على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا بكلام الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. من هي تلك السيدة الجليلة خديجة؟ تكبر النبي صلى الله عليه وآله بخمسة عشر سنة، يعني هي أكبر من النبي بخمسة عشر سنة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وآله. يذكر أحد الأشخاص، وهذا الكلام حقيقة يؤذي القلب، أن النبي تزوج خديجة لمصلحة مادية والعياذ بالله. هي لم تصرح بذلك والنبي لم يذكر ذلك، بل أن خديجة أنفقت كل ما عندها قبل وفاتها لنصرة النبي صلى الله عليه وآله، وساندت النبي صلى الله عليه وآله، وكانت له ظهراً قوياً أمام أولئك الأشخاص الذين أرادوا أن يقفوا أمام النبي صلى الله عليه وآله، حتى نقرأ في كتب الروايات ما قام ولا استقام الدين إلا بمال خديجة وسيف علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الثلث للمتوفى هو الذي يتصرف به، ولكن السيدة خديجة قبل وفاتها أعطت كل شيء لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ليأتي أحدهم يقول النبي قد تزوج بخديجة لمصلحة مادية، ثم أجد في بطون الكتب هنالك حجة أخرى. طبعا هذا الكلام الذي نقرأه على مسامعكم
هو الذي يولد عند الآخر النفور في بعض الأحيان من الإسلام، لأنه عند الآخر ليس عندنا. يقولون بأن السيدة خديجة كانت ملحدة، والبعض الآخر يكتب يقول كانت مشركة وكانت كافرة. السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها كانت على دين النبي الله الخليل إبراهيم، على نبينا وعلى البيت وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكانت ديانتها الحنيفية، لذلك ارتبطت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، واختارها بأن تكون حضناً للسيدة الزهراء فاطمة تلك المعصومة. ألم نقرأ في زيارتنا لأهل البيت وتحديداً إلى الإمام الحسين سلام الله عليه ونحن نقول أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، أيعقل ذلك بأن الله يجعل نسل إنسانة معصومة كالزهراء فاطمة من خلال صلب امرأة ملحدة مشركة بالله؟ هذا الشيء لا يكون، حاشا لله عز وجل. لذلك نقول من صلبهم، نعم من الممكن أن نقول ذلك الكلام لغير المعصوم، وهذا الأمر عادي جدا، عندنا بعض الأئمة أولادهم غير معصومين، ولكن المعصوم لا، شرطا أن يأتي من نسل طاهر مطهر يرتبط بهم بعضهم مع البعض الآخر وهكذا. فهذه السيدة العظيمة وقفت مع النبي صلى الله عليه وآله تلك الوقفة المشرفة العظيمة الجليلة المباركة، ونصرت دين الله سبحانه وتعالى، وهي التي هونت من روع النبي صلى الله عليه وآله عندما نزل عليه الوحي، لا كما ينقلون في بطون الكتب ويخبروننا خصوصا لسنوات مضت ونحن يربوننا على أن ورق بن نوفل هو الذي حمى النبي وحضن النبي، وورق بن نوفل كان على دين النصرانية ولم يكن على دين الحنيفية، رغم أنه ابن عم للسيدة خديجة سلام الله عليها. هذه السيدة الجليلة استطاعت أن تقف مع النبي صلى الله عليه وآله، ليس لذلك فقط لأن لديها المال وأن النبي اشتغل في التجارة وما شاكل ذلك معها إطلاقاً، ولكنها كانت تحمل من الصفات الجليلة والأخلاق الحميدة الكثير، وإلا كيف ارتبط بها النبي صلى الله عليه وآله؟ ربما بعض منا يتساءل كان هنالك ارتباط للنبي ببعض تلك النساء اللواتي لم يكن قد احترمن شخصية النبي صلى الله عليه وآله. أقول نعم لمصلحة أخرى، ولكن السيدة خديجة وعلاقتها بالزهراء وهي أم للزهراء فاطمة هنالك حيز آخر ينبغي أن نقف عنده لنقرأ الأمور بتحليل خاص، لا كما يقرأه الآخر أو يمر عليه مرور الكرام ثم يجعل من هذه السيدة العظيمة بأنها ملحدة مشركة كافرة بالله عز وجل، ثم بعد ذلك آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله أطلاقا، إنما هي سارت على دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وأعانت النبي وكانت خير سند له. أو تعلمون النقطة التي كسرت ظهر النبي صلى الله عليه وآله عندما فقد الاثنان معا، السيدة خديجة سلام الله عليها العون الذي كان للنبي وأبو طالب في عام واحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله أطلق على ذلك العام بعام الحزن. كيف لا؟ هذا الكلام لنبي، هذا الكلام لمعصوم، هذا الكلام لشخص لن يقول شيئا لهواه لرأيه لاستحسانه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سيدة لها مقامها لها منزلتها، هذه الليلة ليلة وفاتها. أنا حقيقة إن شاء الله في الدقائق القادمة سأذكر هكذا بمجلس قصير جدا أسميه مجلس الرثاء للسيدة خديجة سلام الله عليها، ونحن في حضرة مسجد الكوفة المعظم محال لمعرفة الله. للذي يحب أن يشارك معنا بزيارة مسلم بن عقيل سلام الله عليه، هذه نافذة فتحتها لكم قناة كربلاء الفضائية للزيارة عن بعد إن شاء الله، لذلك أرقام هواتف القناة ظهرت وستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة، وكل من يريد أن يشارك معنا قلوبنا على رحابة صدر قبل هذه الأرقام التي ظهرت على الشاشة إن شاء الله. لكن دعوني أخذكم شيئا ما لأريكم هذه المعالم الجميلة لمسجد الكوفة المعظم عاصمة الإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وبعد على محمد وآل محمد. حياكم الله مرة أخرى، أعظم الله لنا ولكم العزاء والأجر بهذه الذكرى الأليمة كانت على قلب النبي وآله وما زالت، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا مصداقا لقول الإمام جعفر بن محمد الصادق، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، ذكرى وفاة السيدة الجليلة السيدة خديجة سلام الله عليها.
أول اتصال أم آية من الدجيل. سلام عليكم آية. عفوا آية سلام عليكم أختي. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين يا مسند بن عقيل. سلام الله عليك. أعظم الله أعظم الله أجرنا وأجركم. أعظم الله لنا ولكم العزاء. السيدة خديجة الكبرى عليها السلام أم المؤمنين والمؤمنات وزوجة النبي صلى الله عليه وآله. أحسنتي. تفضلي بزيارة يا آية. تفضلي. السلام على مسلم ابن عقيل. السلام على سيدي ومولى. السلام على سيدي ومولاي مسلم ابن عقيل. السلام على ميتم التمار. السلام على هاني بن عروة. السلام على المختار الثقفي. السلام على حميدة. السلام على أحمد وإبراهيم أولاد سلام الله عليك. سلام الله عليك. السلام على السلام على أول شهيد في معركة الصف. السلام عليك عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا مسلم ابن عقيل يا سيد يا مولا يا مسلم ابن عقيل يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام على محراب أمير المؤمنين. السلام على علي بن أبي طالب. السلام على سيدتي مولاتي خديجة. السلام على سيدتي مولاتي أم المؤمنين والمؤمنات. السلام على سيدتي مولاتي زوجة أحسنتي يا آية. أحسنتي السلام يا عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. الله يوفقكم لكل خير إن شاء الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الشر المستودع فيها اللهم عجل لي كثير. اللهم شافي وعافي كل مريض. اللهم أقضي حاجة كل محتاج وإن شاء الله يا رب يقضي حوائجكم. آمين يا رب العالمين. مرضاكم ويوفقكم وإحنا همنا فيكم للدعاء والزيارة. شكرا لكم سيدي ومولاي سبع الدجيل. أي والله يا ريت. شكرا لكم. شكرا لكم. الدعاء والزيارة ثلاث ركعتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والتوفيق والسداد لنا ولكم بحق محمد وآل محمد. أم عماد من بغداد سلام عليكم أمي. عليكم السلام ورحمة السلام الله عليك وبركاته. يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. عظم الله لكم الأجر بوفاة السيدة خديجة سلام الله عليك. أجركم باستشهاد سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى أم المؤمنين. سلام الله عليك. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليك. السلام عليك وعلى جدك محمد المصطفى. اللهم صل على محمد المرسلين وخاتم الأنبياء. السلام عليك وعلى عمك علي المرتضى سيد الأوصياء. سلام الله عليك. السلام عليك وعلى عمتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك وعلى ولد عم أولاد عمك الحسن والحسين سيدين شباب أهل الجنة. السلام عليك وعلى ابن عمك قمر بني هاشم أبو الفضل العباس ساق عطاشة كربلاء. السلام عليك وعلى بنت عمك جبلة الصبر زينب الحوراء ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليك. السلام عليكم أيها الشجرة النبوية والدوحة العلوية والمسقية بالصلاة على محمد وآل محمد. على محمد وآل اللهم محمد. صلي على محمد. أحسنتي وآل محمد. أحسنتي بارك بيش طول بعمري يا مولاي. إني توجه واستشفح وسلمت بين يديك حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا رب يا رب يا رب. بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بحق هذا الشهر العظيم بحق هاي الأيام أيام العزاء المقبلة علينا استشهاد سيدي ومولاي سلام الله عليه أجمعين سيدي ومولاي أمير المؤمنين قائد الغر المحجلي يا سيدي يا مولاي بحقهم عزك إلهي يا سيدي يا مولاي أتوسل بهم إليك وتقرب إليك بهم يا رب يا رب سادتي وموالي شافون وتعافون كل مريض وشافون مريضة يا يمه يا محمد الله يطش العافية ما ناسيكم يمه ما ناسيكم دائما بالدعوات تعبانة كل الشعب من المرض يا رب أجر عافية أجر عافية إن شاء الله أجر عافية إن شاء الله أجر عافية إن شاء الله يمه
ان شاء الله موفقه بحق محمد وال محمد. يعطيكم العافيه ان شاء الله. الضحى يعني روح العزيزه ضحى في سبيل ابن عم الحسين. الله يسلمكم. الله يسلمكم. الله يبارك بكم ان شاء الله يا سادتي ومواليدي. حياك الله. واشكركم والله يطول عمركم ان شاء الله. الله يسمع منكم ان شاء الله. كل سنه وكل عام هذا. الله يبارك ايامكم يا يمه ان شاء الله. يعطيكم العافيه بحق محمد وال كل من يسمع صوتي. اريد منك الليله تحاكي مسلم بن عقيل، تحاكي علي وعلى مرضي وعلى كل مريض. يا بعد امك الله يوفقك. الله يسلمك. الله يسلمك. لك والعافيه يا رب. الله يسمع منك. الله يسمع منك. في امان الله وحفظه ورعايته. شكرا لك. شكرا لك. في امان الله. في امان الله وحفظه ورعايته. واسال الله التوفيق والسداد لنا ولكم. طيبه سلام عليكم. طيبه عفوا. السلام عليك يا سفير الحسين. أحسنتي. السلام عليك يا مولاي سفير الحسين. السلام عليك يا مولاي سفير الحسين. أعظم الله لكم الأجر. أحسنتي. تفضل تفضل. خديجة الكبرى. سلام الله عليك. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا ميسم السمار. السلام عليك وعلى جدك وعلى أبيك وعلى أولاد عمك الحسن والحسين والفضل العباس. سلام الله عليك. سلام الله عليك. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا مولاي نسألك الدعاء. اخوي اريدك تكتب اسم والدتي ماجده. كل اسماءكم مسجله طيبه، كل اسماءكم مسجله عند اهل البيت، كل ما عليك ان تطلبي، كل ما عليك ان تزوري. وان شاء الله اسماءكم مسجله، مقامكم يرى، سلامكم يراد، اسال الله لكم التوفيق يا طيبه. انت وكل من يدعو إن شاء الله بالخير والعجل والفرج لسيد ومولاه صاحب العصر والزمان. شكرا لك طيبة. شكرا لك طيبة. دمتي موفقة إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. الأخ قيس من كربلاء. سلام عليكم قيس. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم العقيل. سلام الله عليك. السلام عليك يا ميتم التمار. السلام عليك يا مختار التقدير. أعظم الله لك العزاء قيس بوفاة السيدة خديجة سلام الله عليها. أعظم الله أجورنا وأجوركم. أحسنتم. تفضل تفضل بالزيارة وبالدعاء، وأسأل الله أن الاستجابة لنا ولكم إن شاء الله. اللهم شافي كل مريض يا رب يا رب يا رب. ونسأله عن حاجاتنا تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل لوليك الفرج وعنا من انصاره وادعى بحق محمد وال محمد. حبيبي قيس شكرا لك. دمت موفقا ان شاء الله. شكرا لك. ام وليد من بغداد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا ام محمد. شلونك؟ السلام عليك يا سفير الحسين. السلام السلام عليك يا سيدي. أعظم الله لك العزاء والأجر يمه بوفاة السيدة خديجة. إن شاء الله سيدة مملاتي خديجة. عافيتكم شلونها؟ صحتكم شلونها؟ والله يا حلا الله الحمد لله. عساكم بخير، العافية بقلبكم يمه. لك أن تزوري، لك أن تزوري باب الحوائج مسلم بن عقيل وإن شاء الله ينطيك مرادك. أزور تفضل. مسلم بن عقيل وهذا سيدي ومولاي. سلام الله عليك يا سيدي يا مولاي يا مسلم بن عقيل. السلام عليك يا أبو حميد. السلام عليك وعلى هال ابن أروى يا سيدي يا مولاي. أزور هذه الزيارة بنيابة عن أولاد المرحوم مرتضى، نيابة عن أولاد المرحوم يا سيدي يا مولاي يا مسلم بن عقيل. من المرحوم؟ ابنك؟ ابنك؟ إيوه إيوه والله مرتضى وأياد اثنيناتهم شفاء. إيوه والله اثنيناتهم. الله يرحم. الله يرحم. اي والله اثنين. الله يصبر قلبك يمه ان شاء الله. تأسي تأسي بعزاء اهل البيت. تأسي بعزاء. يصبرنا على واحد. صبرين صبرين يمه صبرين يمه. الصبر من الله. الصبر من الله. الله يصبركم ان شاء الله يمه. يا سيدة مولاي. برد قلبك بحق محمد وال محمد. يا خديجة الكبرى. اي والله اريد تشفع لهم هناك يا مسلم عقيل. ان شاء الله. وهم ينعمك يا مسلم الإمام على علي السلام. الله يكون بعونكم يما. الله يكون هو جسيلين عنده هناك يا سيدي وبداعك وخطاركم هناك وضيوفكم يا سيدي يا مولاي. سلام الله عليه. يشفع لهم يا ابو الحسن يا عل بحق مسلم وغربته يا سيدي يا مولاي. بحق سفير الحسين تشفع لهم وتوصلهم يا سيدي يا مولاي. رحم الله والديك مسجل اسمائهم مرتضى واياد. سلمان مرتضى مرتضى
الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه ورحمته الواسعة إن شاء الله. اليوم بنزح مع يزورنهم وصلينهم ركع إن شاء الله. سنزور في نهاية الحلقة سنزور إن شاء الله. كل من قلدني الدعاء والزيارة سيكونون ضمن دائرة الزيارة إن شاء الله بخدمتك. كل أسماءكم مسجلة يم إن شاء الله إن شاء الله. الله يبرد قلبك يا يما، الله يبرد قلبك إن شاء الله ويسدد خطاكم ويرحم أمواتكم بحق محمد وآل محمد. أم شوقي سلام عليكم أمي. عليكم السلام. السلام عليك يا سفير الحسين. يا سفير الحسين أعظم الله لك العزاء والأجر. يا سفير الحسين أعظم الله أجرنا وأجركم بوفاة خديجة سلام الله عليها السيدة الجليلة. سلام الله عليك. السلام عليك يا سفير الحسين. الله يطول بعمرك. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا الله بحق محمد وآل محمد ويشافه ويعافي كل مريض. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. السلام عليك على هاني بن عروة وعلى ميثم السمار وعلى المختار الثقفي. سنتي. السلام عليك سيدي يا مولاي. السلام عليك وعلى الحسن والحسين عليهم الله السلام وفي الفضل العباس وسيدتي ومولاتي زينب. الله السلام عليك يا سيدي يا مولاي وأزور نيابة عني وعن والدي وعن والد والدي وعن السيد عرف الثاني والشيخ والحسنتي الله يحفظكم إن شاء الله. أنا وأهديها الزوجي يتقبل أعمالكم إن شاء الله لأخواني ولأخواتي ولجميع اسمع صوتي والقناة كربلة ما ناسيتكم بالدعاء. هنيان هنيان يما هنيان الله يسلمك إن شاء الله ما أنساكم. وإحنا هم ما ننساكم يما جميعا جميعا ما ننساكم. الله وعديك وعدي أسماء في قلب الدعاء كل أسماءكم مسجلة أم شوقي إحنا متعودين. هذول مرضى هذول مرضى. إي ماكو إشكال ماكو إشكال. العافية العافية في قلوبهم إن شاء الله. أنت بس ارفعي الأكف إلى الله. أنت ارفعي الأكف إلى الله وننقي الصدقة إن شاء الله. وقبل كل شيء الذهاب إلى الطبيب. إذا اجتمعت هذه الأمور فالشفاء والعافية إن شاء الله مكتوب عندكم إن شاء الله. إن شاء الله يما إن شاء الله يما كل أسماءكم مسجلة كل أسماءكم مسجلة إن شاء الله. الله يطول بعمرك إن شاء الله يبارك بيكم حياكم الله. بعد هذا الاتصال خلي نوقف شوية لرثاء السيدة خديجة سلام الله عليها. أم علي من بابل سلام عليكم. أم علي السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك. أعظم الله لكم العزاء والأجر بوفاة السيدة خديجة جميعا يا عيني. الله يطول بعمرك ولكم بعد عيني. السلام عليك يا سفير الحسين يا مسلم بن عمي. سلام الله عليك. سلام الله. السلام عليك يا سفير الحسين. أريد من عندك حاجاتنا أنت باب الحوائج يا سفير رب. قضى الله حوائجكم قضى الله حوائجكم إن شاء الله. أي والله شاف الله مرضاكم إن شاء الله. أي والله شافينا وشاف كل مريض إن شاء الله. يا رب العافية بقلبكم يما إن شاء الله. أنت وكل من ندعو له إن شاء الله سهل أموركم ويقضى حوائجكم باب الحوائج إن شاء الله. هو باب الحوائج مسلم بن عظيم. حاشا يترك محبينا حاشا يترك زوار حاشا لا يا رب حاشا ما يتركونهم أهل البيت هم إن شاء الله كريمين. واحنا والله ما عندنا وسيله غيرهم مشرفين بيهم بعد وين نروح طبعا طبعا. اي أيوة والله وين نروح يا خاله ما عندنا الحبل الممدود ما بين الارض والسماء. اي أيوة والله اي أيوة والله بهم تمسكنا بهم تمسكنا. اسال الله ان يوفقنا لكل خير. هم باب الله هم باب الله يريدون يشوفون لنا ان شاء الله بالدنيا وبالاخره يا رب العالمين بالدنيا واخره ان شاء الله. مثل ما مثل احنا ما ننساك بالدعاء انت هم لا تنسينا بالدعاء. لا يا عيني والله ندعي لكم ونقول الله يوفقكم ان شاء الله ويرحم موتاكم ويعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله. الله يسلم عليكم يما ان شاء الله. شكرا لك. مشكورين يا عيني خدمتكم عليكم خدمتكم يما ونزلون مخدومين يا عيني قادمين ربكم. امر امر نسال الله ان يكون ان شاء الله. شكرا لك حياك الله يما حياك الله. السيده الزهراء فاطمه سلام الله عليها في مثل هكذا ليله هكذا ليالي فقدت عزيزتها فقدت سندها فقدت تلك الأمة التي نفرت منها نساء قريش لأنها تزوجت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. والبنية عادة تحتاج إلى والدتها تحتاج إلى أمها تحن عليها تحبها تعطف عليها. فقد الأم صعب بالنسبة للفتاة. من الممكن جدا الولد شوية يتلافى يطلع يطوب يروح يجي ينسى الموضوع بعض الأحيان لكن البنية صعب
صعب أن تنسى تلك الملامح، ذيك القعدة، ذيك السوالف. ونحن نعلم في روايات أهل البيت أنها كانت تسمى المحدثة، بل أنها تحدث سيدة خديجة سلام الله عليها وهي في بطن أمها، صديقتها التي رافقتها طيلة تلك السنوات حتى وفاتها سلام الله عليه. فعندما فقدت أمها خديجة زادت الآلام على السيدة الزهراء فاطمة سلام الله عليها، طفلة بعدها في مقتبل العمر، فقدت ذلك السند، فقدت ذلك الظهر القوي الذي كان يقف خلفها في كل الآلام في كل المحن، ألا وهي السيدة خديجة سلام الله عليها. لسان حال الزهراء كما يصف الشعراء، وهذا هم لسان حال كل بنية اليوم فقدت أمها، نقول لها إلك بالزهراء أسوة حسنة. ونحاي عليك بشاي ما يفتر ونحاي، ساعد الله قلب الزهراء سلام الله عليها. في نفس الوقت ساعد الله قلب الحوراء زينب وهي تندب الزهراء، كل الآلام لآل محمد واحدة. ونحاي عليك بجاي ما يفتر ونحاي، ولا طيفك يفارقني. ونحاي روحي عودها يبس، وناحي يما فرقتك صعبت علي، يمنى كسر يسر الزمن والنوب، يمنى يا وعقب عيناك عشنا بضيم يا يما، يمنى جدتي تبكي عليك الناس، يمنى وبكيت بوجه كل من صد لي، يما 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 على قبرك بشيتش كثر، يما انترس حسرات قلب وآه، يما يا لو ان بي دريت صار، يا امه يا امه يما يا حزن يعقوب عقبك صاير بي. حالة البنت عادة إذا فقدت أمها تأتي إلى مكانها، تتذكر تلك اللحظات، تتذكر تلك الأوقات، يمني قبل مثل الحمامة تحوم، يمني وقبل كانت إلي الإيد، يمني تحجد مثل جنة صديق، يمني ورضاتك من رضا الباري علي. بعد شنو اللي صار؟ شنو اللي ممكن أن تجسد الزهراء سلام الله عليها؟ وناميت بحضنك زهرتي شبت، وناميت وعيني لا غفت عقبيك، وناميت ريت ينقضي عمري، وناميت ولا أشوفش طريحة بين يدي، ولا أشوفش طريحة بين يدي. ساعد الله قلب الزهراء فاطمة سلام الله عليها وهي تندب تلك الأم الحنونة الرؤوفة السيدة خديجة سلام الله عليها. لا حرمنا الله وإياكم لكل خير بحق محمد وآل محمد. حتى نستثمر هذه الثواني خلونا ناخذ اتصال ممن، وبعدها إن شاء الله نصل إلى ختام هذه الحلقة. الاتصال ممن؟ ألو، سلام عليكم. أم حسان سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. يا سفير الحسين السلام عليك. عظم الله لكم العزاء والأجر بوفاة السيدة خديجة سلام الله عليها. يما أجركم إن شاء الله بهذا المصاب الجلل. تفضلي بالزيارة. تفضلي. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا مسلم ابن عقيل. السلام الله عليك سفير الحسين. السلام على سيدي مولاي هاني ابن عروة. السلام على سيدي مولاي ميثم الشمار. أحسنتي. السلام على المختار الثقفي. السلام الله عليك. السلام الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن والحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على سيدي مولاي أبو الفضل عباد حامد لواء الحسين. السلام الله على سيدي ومولاتي زينب الحوراء. السلام على سيدك مولاتي. سنتي يما الله يوفقك إن شاء الله لكل خير بحق محمد وآل محمد. رمضان كريم إن شاء الله يعود عليكم. رمضان مبارك علينا وعليكم يما إن شاء الله. لا حرمنا الله وإياكم من خدمة محمد وآل محمد. شاف كل مريض شاف مريض كربلاء. يا رب يا رب يا رب. إن شاء الله يعود بالخير والعافية والأمان. ويطول بعمركم ويجعلكم خيمة على عيالكم يما إن شاء الله. الله يعافيك إن شاء الله. مشكور إن شاء الله يحفظك رب العالمين. الله يسلمك. السلام عليك. احسنتي مولاي حياك الله. حياك الله رحم الله. حياك الله في امان الله وحفظه ورعايته. اخر اتصال من الاخ الدنيا من بغداد. سلام عليك. وعليكم السلام. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. عظم الله لكم العزاء والاجر بوفاه السيده خديجه سلام الله عليها. أجرنا وأجركم حق محمد ورحمة. رمضان كريم علينا. شهر رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. ولا حرمنا الله ألطافه في هذه الأيام المباركة. آمين رب العالمين. السلام. تفضلي بالزيارة. تفضل. أنا توجهنا واستشفعنا وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. سلام الله عليك. اللهم شاف وعاف كل مريض ووالدي معهم. اللهم نجح كل طالب. اللهم استجب أمة محمد يا رب بحق محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا زيارتك في الدنيا وشفاعتك في الآخرة. اللهم احفظ شعب العراق وجعل سيد مقتدي وسيد الصدر بحق محمد وآل محمد. الله يحفظ الجميع والمسلمين والمسلمين العلماء والسادة ونكون نستجي استبرق للنجاح والد محمد. أحسنتم. شكرا لكم. شكرا لكم في أمان الله وحفظه ورعايته ودمتم من الموفقين إن شاء الله. وطالما وصلنا إلى الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة إذن لنتوجه بقلوبنا أينما كنتم أينما تكونون وتجلسون توجهوا بقلوبكم صوب كوفان صوب مسجد الكوفة صوب قبر سيدي ومولاي باب الحوائج مسلم بن عقيل سلام الله عليه. لا حرمنا الله وإياكم من زيارته في الدنيا ومن الشفاعة في الآخرة. وكل من قلدني الدعاء والزيارة لن أنساكم إطلاقا. أسأل الله عز وجل أن يشرككم معي في كل عمل ليس فقط في زيارة سيد ومولاي مسلم بن عقيل سلام الله عليه. إذا لنتوجه بالزيارة ونسأل الله الاستجابة بحق محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعلى روحك وبدنك. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المبالغون في جهاد أعدائه ونصرة أوليائه. فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر جزايا أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود حتى بعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك قد مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا حميدة يا مسلم بن عقيل، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى المختار الثقفي، السلام عليكما وعلى هانئ بن عروة المدحجي، السلام عليكم وعلى ميثة من التمار، السلام عليكم وعلى سيدة خديجة ابنة علي، السلام عليكم وعلى سيدي إبراهيم الغبر ابن الحسن المثنى ابن الحسن المصطفى، السلام عليكم ساداتي وموالي ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى قبول الأعمال لنا ولكم، وتقبل الله منا ومنكم هذه الزيارة، ولا حرمنا الله وإياكم من التواجد في محل معرفة الله عز وجل، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكتب وإياكم من زائري مراقد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونحتاج حقيقة في هذه الأيام المباركة والليالي العظيمة لشهر رمضان ألا نفوتها هكذا جزافا لكي تذهب مرور الكرام، ففي كل حسنة في هذا الشهر الفضيل هنالك مضاعف من قبل الله سبحانه وتعالى. وإذا علمنا بأن الذي يقرض الله قرضا حسنا فإن الله يضاعفه له، فذلك ما يتعلق بالصدقات وصلة الرحم وقضاء الدين، وما يرتبط أيضا بجمع المتضادين في مجتمعاتنا والإصلاح فيما بينهم. كل هذه الأمور نحتاجها خصوصا في الوقت الحاضر، كما وأسأل الله عز وجل ألا ننسى وألا تنسوا بأن ندعو دائما وأبدا بتعجيل الفرج لسيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. وفي هذه الثواني الأخيرة نطلب من الله عز وجل أن ندعوه دائما وأبدا بأن يعجل في فرج الإمام صاحب العصر والزمان، ففي فرجه فرجنا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارحمنا واجعلنا من المرحومين في شهر رمضان لا من المحرومين، ومن فقدناهم من الموتى اللهم اسكنهم فسيح جناتك، ولا تباعد بينهم وبين رحمتك، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وقرب بينهم وبين محمد وآل محمد. شكري وامتناني إلى أخوتي كل من أمانة مسجد الكوفة المعظم من أمينها السيد محمد الموسوي إلى آخر خادم في هذا المكان المبارك، كما أشكر أخوتي كادر قناة كربلاء الفضائية مكتب النجف الأشرف. لا حرمنا الله وإياكم من خدمة أمير المؤمنين وخدمة محمد وآل محمد. إذا أو إن أبقانا الله أحياء إن شاء الله نلتقيكم في حلقة الاثنين القادمة لبرنامجكم السلام عليك يا سفير الحسين. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا الله نجواك ما وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار. إليك أبث ما تدريجي من عشقي وإضماري. يا رب.
أنت آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هيا من كل أحوالي.